باش نغامر ما نغامرش، عندي مسؤولية تاع فريق مولودية الجزائر، فريق كما يقولوا تاع فريق يلعب على الأدوار الأولى، المهم تلحق الهدف. دوك الآن ولا نفتح اللعب ونخرج ولعب كما يحب الجمهور، أنا يجيبوا مدرب آخر ولا يجي هذا اللي في المدرجات يحبط الميدان وحنا نطلع المدرجات وتتخلط الحالة. المهم هو يعني نعطوا بعض النضج التكتيكي للاعبين. انا اليوم راني ندير في العمل تاعي، غدوه يجيهم مدرب واحد اللي يحتفظ لهم بالكره هما هولي ولا كيما يحبوا هذاك الاخر. يا اخي انا نعرف بلي الكره تلعب باش تفوز وما تنهزمش. الحمد لله وين ماركيت اليوم، ان شاء الله نزيد الماركي ايسونسيال. ليكيب تاعي ربحت اليوم، المربي تاعي جاب لا فيكتوار، ان شاء الله نكملوا هكذايا. الحمد لله حقنا ثلاث نقاط، ان شاء الله سمحت لنا باش نزيدوا نطلعوا اكثر في يعني في سلم الترتيب، ان شاء الله نكملوا هكذا ان شاء الله باش نزيدوا يعني باش نلحقوا الواحد الاهداف تاعنا. اون بون ديناميك في الدوزيام بارتي سيزون فيك اون فيكتوار، ان شاء الله نكملوا هكذا ونحققوا نتائج في المستقبل ان شاء الله. الناس داروا فيها ثقه، ان شاء الله نكون في حسن الجميع، الاداره، الشعب كاع لهم Je n'ai pas content parce qu'il y a un moment qui n'est pas frappé le ballon, qui est indiqué pour frapper le ballon. C'est seulement ça que je peux remarquer. Mais je veux dire, le plus important, c'est dire que l'équipe a joué très 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 bien.